بنحييكم أصدقائي المشاهدين ببداية حلقة جديدة من مشاكل وحلول. موضوع اليوم يعتبر موضوع حياتي صحي بامتياز لأنه بهم شريحة كبيرة واسعة من المجتمع بلبنان. مع ضيفتنا لليوم رح نحاول قدر المستطاع نضوي على نقاط النجاح من خلال استمرارية مهماتها، ولكن بهذا اللقاء رح نسعى أنه نوضع الفرق ما بين ونقول مفترض ببعض التوضيحات ما نكون إلا نحن عم نشخص واقع الأمور اللي من خلالها منقدر عمل المعنيين، ولا يسمح الوقت إلا بتوجيه بعض الانتقادات في حال كان في بعض الثغرات عند الجهة المقابلة. مش بموقع نعمل مقارنة، ولكن مهم جدا أنه تكون المحطة تقديريا، ولو كانت ضيفتنا بتشتغل انطلاقا من معطيات وما بتنطر حدا إلا شكرا، لأنه بتقول هذا هو الواجب يلي أنا ندرت نفسي لأجله. اسمحوا لي رحب برئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية ومدير برنامج التحصين بوزارة الصحة العامة في لبنان الدكتور رندا حمادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. اشتقنا لك. أنا كتير. طولت علينا هالمرة. يعني ما في عندنا مشاكل؟ بلا، هلأ رح نحكي عنها، بس أنه عم نشتغل كتير لأنه الأرض عايزتنا أكتر، منروح على الأرض أكتر. طب اليوم أنا بتابع يعني كل أخبارك ونشاطاتك، أسفارك كتيرة يعني كلها تصب في خانة المواكبة المتابعة، أن يكون لبنان مشارك بكل المحافل الدولية، شغل كتير مهمة. كنت بباريس، مرقتي على واشنطن، اليوم هلأ أنت ببيروت، وبكرة ما بنعرف وين. انطلاقا من كل المعطيات، يعني الدائرة عندك منلاحظ أنه تشتغل بشكل مؤسساتي إيقاعه مضبوط. بالواقع اليوم بدنا نحكي عن مراكز الرعاية، وبدنا نمرق على جانب من حال المستوصفات. يعني نحن أنا رتب بالمقدمة قول ما بدنا نعمل مفارقة ومقارنة، ولكن مفترض أنه ندل من خلالكم كيف بتشتغلوا، ليه مراكزكم منتشرة بكل لبنان وكلها ناجحة والكل يشيد بيها، وليش بعض المستوصفات متعثرة. الناس يمكن هون بيغلطوا ببعض الأحيان، ولكن جديد مراكزكم بهذه المرحلة دكتور حميدي شو هي؟ هلأ لا بس قلك أنه أسفاري الداخلية كتيرة أكثر من الخارجية. بتسائب أنه مرة بالسنة بيروح الواحد لحتى يعرض تجربة لبنان، بيكون مطلوب منه أنه يعرض تجربة لبنان، وهيدا كتير شيء مهم للبلد. أو أنه بيكون في نشاطات إلى علاقة بالبرامج هلأ يلي رح نحكي عنها مع البنك الدولي ومنضطر أنه نكون موجودين فيها. وداخليا أسفاري الداخلية كتيرة، لأنه ما بتقطع يعني منطقة لبنانية ما بنعرفها أو ما بنتعرف عليها، من إذا بدك من أقاصي الطفيل لوادي خالد لبنت جبيل لمرج عيون لكل المناطق كم اللبنانية. يعني أنا علما أنه عطول كل ما جيب سيرة الطفيل بيوجعني قلبي، لأنه الطفيل هي قرية لبنانية مش وصلت للطريق عبر الأراضي اللبنانية. إن شاء الله بتوصل. إن شاء الله بتوصل للطريق، لأن هيدا الصوت عم ينرفع بكتير محلات. نرجع للرعاية الصحية الأولية. كم مركز عندنا نحن؟ مركز نحن لليوم عندنا 205 مراكز رعاية صحية أولية بكل لبنان. بكل لبنان. الحاجة الحقيقية هي 250. يعني حتى وزارة الصحة تغطي ثغرات الصحية الموجودة لازم يكون عندنا 250 مركز. عم نشتغل حاليا نحن وزارة الشؤون لحتى نضم حوالي 45 مركز من المراكز القائمة لوزارة الشؤون حتى تصير تقدم خدمات صحية واجتماعية معنا، وهيك منكون وصلنا للعدد المفروض بكل الأراضي اللبنانية. دكتور وقت اللي بنقول نحن مستوصف أو مركز صحي، ليش بنروح ببالنا لوزارة الصحة مش لوزارة الشؤون اللي تفضلتي وأشرتي لها، وعلما أنه في بعض المستوصفات يعني بيرجعوا مرجعيتهم وزارة الشؤون؟ لأنه الشق الصحي مفروض تقدمه وزارة الصحة، والشق الاجتماعي لازم تقدمه وزارة الشؤون. طبعا عملهم بكمل بعض، مش تنافس، يعني ما في تنافس صحي بيناتهم هالوزارتين. بس إذا بتطلع كيف صار التطور أمور مراكز الشؤون الاجتماعية، ببعض المحلات كان في حاجة تقدم خدمات صحية طبية، وهيدا صار عرف على مدى السنوات. بتصور هلأ معالي الوزير مع سعادة المدير العام بوزارة الشؤون عم يشتغلوا كفريق مع وزارة الصحة لنرجع نرجع نرجع شوي هيدا المفهوم لمراكز الشؤون، انه شو الاشياء اللي لازم تقدمها مقابل الخدمات اللي لازم تقدمها وزارة الصحة. بالنسبة لسؤالك حول المستوصفات، الفرق بين المستوصفات عم تتفضل انه تذكر مستوصفات، لازم المواطن يعرف انه معلي وانا بدهم يسامحوني اني بضل بكررها، انه المستوصف بعض المستوصفات هن زهرة سياسية بلبنان. منشوف أنه إذا في انتخابات بيصير عددهم شي 1200 مستوصف، ولما ما في بيصيروا بيرجعوا لل 730 يلي هن بيلتزموا فقط بخدمات تلقيح الأطفال. هلأ شو الفرق بين المستوصف والمركز الصحي؟ كيف بدنا نعرف الفرق نحن؟
المستوصف هو أي نقطة صحية موجودة بغض النظر شو فيها عاملين صحيين. ممكن يكون في موقع هانجار اسمه مستوصف، في نيرس موجود عندها شوية أدوية، هيدا مستوصف. ممكن يكون طبقين ثلاثة عملته جمعية أهلية ويكون برضو مستوصف، بينما الفرق أنه بالمركز الصحي لما نحكي عن مراكز الرعاية الصحية الأولية عندهم خدمات موحدة بيقدموها من خلال شبكة وطنية على كل الأراضي اللبنانية، بيخضعوا لنظام اعتماد كندي وهيدا بيميزهم بجودة الخدمات اللي بيقدموها طبعاً، وهلأ منحكي عنه. بيقدموا 5 خدمات أساسية إضافة للخدمات يلي ممكن يحتاج المجتمع المحلي لتقديمها. بس عنا بها المركز الصحي عنا طب، عنا أول شيء الطب العام، طب العائلي، طب الأطفال، النسائي، القلب والشرايين والأسنان. هو خدمات أساسية لازم يقدمها المركز الصحي. بيبقى إذا النطاق الجغرافي محتاج خدمات إضافية تاني برضو بيقدر يقدمها. هلأ لما نقول عن المستوصفات إنه المستوصفات يعني ظاهرة مش كتير صحية، منكون أنا بفهم إنه منكون عم نظلم بعضهم، لأنه نحن مراكز الرعاية الصحية الأولية من أي من المستوصفات القائمة. يعني منطلع بنطاق جغرافي معين إذا في حاجة نحن نعمل مركز صحي، منشوف شو عنا مستوصفات قائمة، مين من هالمستوصفات هو مؤهل إنه يكون عنده مواصفات يكون مركز رعاية، ومنعليه بهالدرجة ليصير مركز رعاية ويدخل ضمن الشبكة ويصير فيها إطار التعاوني بينه وبين وزارة الصحة. يعني أنت بتوافق إنه البعض بيقول إنه عمل المستوصفات بيحتاج لتنظيم؟ طبعاً مش بوافق. أنا من الناس يلي عم بيطالبوا بوزارة الصحة إنه هالعمل هالقطاع يتنظم، لأن ما بيسوى يبقى مفتوح بهالطريقة، وما بيسوى تبقى وزارة الصحة تعطي إجازات فتح مستوصفات بعدنا لليوم. بعدنا لليوم للأسف. بس أنا بوعدك وبقلك إنه نحنا هلأ في ملف عم يتحضر بهيدا الإطار بالدائرة المختصة بالوزارة بطلب من معالي الوزير، لأنه على طول يعني بيصير ببلش الشغل فيه، وبعد بعدين يمكن لأنه بتتوقف بيتغير وزير أو أنه بيصير في أشياء مختلفة بتخلي يمكن هالملف يوقف محل معين. أنا بدي أكد لك أنه نحن كتير جدية وزارة الصحة على مر العقود المرئت وعلى مر الوزراء يلي تعاقبوا أنه يكون في جدية بهيدا الملف، أنه تتنظم عملية المستوصفات. في ملف عم يتحضر كامل بهيدا الإطار، بتصور معالي الوزير بيعلن عنه بوقته. تسمحي لي نشوف سوى ريبورتاج يعني قصير أكيد. يعني حبينا من خلاله نضوي على يعني بعض عناوين هذه المشكلة التي تحتاج إلى تنظيم. إذا منشوف ريبورتاج ونرجع سوا. أنا هذا المستوصف من يوم ما خلقت هو موجود، والحمد لله ما شفنا أي مشكلة فيه، وبالعكس بزمن الحرب اللبنانية وإسرائيل والدنيا خدمنا خدمة ما يعني خدماتها بيشهد للتاريخ، وما شفنا أي مشكلة فيه. هيدا هلأ غيره إذا جداد، بس القديمين في ناس كتير عم يخدموا. يعني أنا كابن جنوب مثلا في كتير مستوصفات كانت بجنوب خدمت وعملت وصوت وما صارت أي مشاكل. هلأ إذا شخص أخطأ شيء جديد هلأ عم يستغلها لمصالح مادية، هيدي مسؤولية الدولة. وهيك مستوصفات التابع الجداد، لأنه القديم تكتسب منه خبرة ولا لا؟ لا هون ارخص، بس لانه الاحوال الماديه تعبانه، بتعرف انت يعني حكيم بدك تحط فوقك وتحتك، مش هيك بتيجي العالم تجي على المستوصف وبتظبط حالها هون المستوصفات. اكيد المستوصفات لها دور كثير مهم عندنا بلبنان، وخاصه نحن هون يعني الشعب الفقير اكيد لازم نساعده وننقذ ونوقف مع جنبه. في ناس كثير ما بتقدر تجيب ادويه او دخول مستشفيات بالمركز، بنقدر نعالجهم هون ونساعدهم قد ما فينا. لا اكثر شيء انا بيجي لهون اذا يعني في حكيم دكتور يوسف، من زمان انا بتعامل معه مع اولادي من هني وصغار. بس لا اكيد في دكاتره بروح لعندها على عياداتها بكون كمان بعرفها. هلا بالنسبه للادويه نحن فيك تقول انه اسعار مش مصاري، اشياء رمزيه تبرعات بتجي، بس هي الادويه ما بنبيعها بيع، بتجي مساعدات من الناس لنقدمها للناس كمان. بالنسبه للادويه لا، نحن ادويه هون نحن ما بنصرف، لا الحكيم بيكتب وصيه طبيه بينزل على الصيدلانيه المريض بيجيبها، مش مسموح لأن نبيع أدوية بالمركز لأنه وزارة الصحة مش عم تقدم لنا أدوية إلا بوجود صيدلاني معين يكون موجود بقلب الصيدلية واللي بيصرف الدواء. دكتور رند حميدي بنرجع معك لحتى نقول اليوم شفنا أنه في أدوية هون بيندفع أشياء رمزية أو إلى ما هنالك. بمراكزكم أنتم كيف بتم العمل؟ المراكز التابعة لوزارة الصحة؟
بدي احكي عن مراكز الرعايه الصحيه الاوليه لانه في مستوصفات كمان تابعه لوزاره الصحه، بس نحن كمان اليوم عم نحكي طبعا غير مراكز ال 205 اللي قلناهم. طبعا لحتى اقول لك شغله كثير ضروريه يعرفها المواطن، انه هال 200 مركز حاليا هن مش كلهم لوزاره الصحه، هن 67% منهم تابعين للقطاع الأهلي، بينما وزارة الصحة لما تجي تشوف هالمركز جاهز إنه يكون مركز رعاية تعمل معه عقد تعاون بإطار الرعاية الصحية الأولية، بتقدم له تقديمات وبتحرص على أنه إدارته تمشي بالشكل المطلوب بالتعاون مع القطاع الأهلي اللي بيخدمه. ما ننسى أنه القطاع الأهلي بلبنان قطاع كتير كبير وكتير مميز، ونحن خلال فترات الحرب الماضية هيدا القطاع هو كان قايم بصحة الناس يلي محتاجينه على الأرض. من هيك الوزارة عملت معهم عقود تعاون، وهيدي الخبرة نحن والقطاع الأهلي هي خبرة فريدة، كتير من دول الإقليم بيجوا بيقولوا لبنان عنده خبرة فريدة مع بالتعاون بين القطاع الأهلي ووزارة الصحة أو القطاع الخاص والقطاع العام. وبالتالي إذا لاحظنا أنه عم يحكوا عن أدوية أنه وزارة الصحة ما بتعطينا دواء إذا ما كان في صيدلي، هو مستوصفات القطعه. بمراكز الرعاية نحن منقدم خدمات رزمة من الخدمات، يعني المواطن ما بيقدر يجي على المركز ياخد دواء ويفل لأنه المركز منوش صيدلية، المركز هو فيه فريق عامل من مقدمي الخدمات يلي هن من أطباء، ممرضات، عاملين صحيين، عاملين مرشدين اجتماعيين، إضافة لشيء منسميه غرفة دواء بقلب المركز الصحي مش صيدلية، لأنه لما نروح على الصيدلية بيصير تابع لقانون الصيدلي وبيصير عنا يمكن مشاكل إنه المركز عم بيبيع دواء مش لازم يبيعه. المركز بياخد من وزارة الصحة أدوية بحسب اللائحة الوطنية للأدوية الأساسية، من هاللائحة نحن الطبيب يلي بيشوف المواطن بيوصف له الدواء بياخد الدواء من ضمن رزمة كاملة بدون مصاري مفروض، يعني الدواء مجانا لكن الخدمة رزمة الخدمات في عليها مبلغ رمزي بيدفعه المواطن لنفرجي انه هو عم بيساهم باستمرارية. رح تابع معك بس بدي اخذ اتصال من ساعات النائب الدكتور عاطف مجدلاني رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس النيابي. الو الو بدي حيي سعادتك دكتور عاطف مع ضيفتنا دكتور رندا حميدي. ايه اهلا اهلا ست رندا، اهلا فيك دكتور. دكتور اليوم حضرتك انت كرئيس لجنه الصحه بمجلس النواب، عم نحكي نحن عن عمل يعني المستوصفات في لبنان وتحديدا يعني عن مراكز الرعايه الصحيه الاوليه لوزاره الصحه ورعايتها ل 205 مراكز، وبتقول هن محتاجين لاكثر لحتى يقدروا يقدموا كل الخدمات، تقريبا بدهم 250 مركز. ولكن تنظيم عمل المستوصفات في لبنان اذا بتسمح لي دكتور عاطف من خلال لجنتكم انتم، شو هي الاجراءات الممكن نقدر ناخذها لحمايه عمل هذه المستوصفات؟ يعني موضوع المستوصفات موضوع واسع وشائك، لأنه بغض النظر عن مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي تابعين لوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية عم بيتعاونوا مع بعضهم، فهيدي مراكز حقيقة محترمة وعم بتقدم المساعدة اللازمة والضرورية للمواطن، وأنا بتمنى تفعيل أكثر وأكثر عمل هذه المراكز، لأنه مثل هيك مراكز ممكن توفر على الفاتورة الصحية وتوفر على المريض حالات استشفاء أحيانا. فلذلك أنا بدي ثني وهني وزارة الصحة ووزارة الشؤون على هذا الموضوع وعلى هذه المراكز. هذه من ناحية. أما موضوع المستوصفات فهذا موضوع يعني مع الأسف الشديد بقدر أقول لك أنه في عنا بحدود 1000 مستوصف، الأكثرية من هذه المستوصفات هي مع الأسف الشديد دكاكين. هن شو؟ دكاكين. نعم. وهذه تسمى مستوصفات هي مناخات سياسية هي أوجدتها دكتور عاطف، مظبوط انه مناخات سياسية أوجدت بعض هذه الدكاكين؟ طبعا في مراجع سياسية، في مراجع دينية، في مراجع اجتماعية، في العديد. هلا في منهم محترمين بيحترموا نفسهم وبيحترموا المواطن وبيقدموا الخدمة الصحية اللازمة والضرورية مع الدواء، وفي منهم مثل ما قلت دكان فاتحين حتى يبيعوا دواء ويستغلوا المواطن الفقير المعتر. فهيدي بدها مراقبة، مع الأسف الشديد المراقبة منها كتير فعالة من جهة، ومن جهة تانية
طبعا الحمايات ممكن ايضا تاثر على هذا الموضوع وتخلي الرقابه معدومه. مع الاسف الشديد انا بتمنى انه يصير في تشديد الرقابه على هذه المستوصفات حتى نقدر نرتقي حقيقه بعمل هذه المستوصفات الى الخدمه الانسانيه للمواطن. مهمه مين دكتور او مهمه مين بالواقع هذه الرقابه؟ يعني المهمه الاساسيه تقع على عاتق وزاره الصحه. وزاره الصحه صحيح. طبعا صحيح. وزاره الصحه هي هي ترائب هذا الموضوع وتشوف وين المستوصفات اللي عم تتبع القانون واي مستوصفات مش تابعه للقانون عم بتكون. طب حضرتك انت بتدعم يعني بتدعم انت وزاره الصحه بدوره تفتيش الرقابه؟ اكيد ضروري. بالعكس يعني انا بدعم وانا بطلب وبتمنى انه يتفعل هذا الدور ان شاء الله. انا بدي اشكرك دكتور عاطف مجدلاني رئيس لجنه الصحه والعمل والشؤون. عم تشتغل كثير ويعطيها الف عافيه. وهي كمان لك شكرا. تسلم دكتور الله يديمك. شكرا سيدي، شكرا لك، اهلا وسهلا بسعادتك. طبعا مهم كثير يعني دكتور عاطف يعني اكد اللي حضرتك انت قلتيه، ولكن يعني انطلاقا هو بواقع يعني اشار لأهمية دعم المستوصفات المؤهلة لأنه بتوفر بالنتيجة على الفاتورة الصحية. صحيح. اليوم أنتم من خلال دوركم برامجكم بمراكز يعني الصحية التابعة لكم بوزارة الصحة، قديش بتاخذوا هذا يعني المنحة بطريقة جدية تعود بتوفير على الفاتورة الاستشفائية بشكل أساسي دكتور؟ توجه وزارة الصحة على طول عم بيكون تعزيز هالمراكز مثل ما تفضل سعادة الدكتور مجدلاني. تعزيز هالمراكز ليه؟ لأنه نحن بدنا لازم نأمن يعني واجباتنا كدولة كوزارة الصحة نأمن للمواطن خدمة لائقة بمكان سكنه، ما يتكبد أعباء لحتى يروح يخدها ويقبلها بالطريقة يلي هي مناسبة لمجتمعه ولبيئته ولحاجاته. كيف بده يعني كيف بدنا نعرف الفرق بين المستوصفات اللي سميهم دكتور عاطف وأنا معه دكاكين والمستوصفات يعني الخاضعة لوزارة الصحة واللي هي تعتبر ضمن المراكز الصحية الأولية؟ يعني من خلال النشاطات يلي حضرتك اليوم، النشاط يلي حضرتك عم تعمله اليوم هيدا شيء كتير مهم ومرشد للمواطن ليقول لهم أنه انتبهوا في فرق بين المركز الصحي وبين المستوصف. إضافة لأنه وزارة الصحة عم تطلع بكتير محلات وبتخبر المواطنين، يعني دورنا نوعي المواطن نحن وأنتو وأي حدا وسائل الإعلام. إضافة للبرامج اللي عم تعملها وزارة الصحة المباشرة مع الناس، إضافة لوجودنا الدايم على الأرض لأن وزارة الصحة في فريق عمل كتير كبير للرعاية الصحية الأولية متواجد بكل الأراضي اللبنانية بين الناس، وهالفريق شغلته أنه يعمل ما ينطر الناس ليجوا على المركز الصحي، شغلته يروح على المجتمعات المحلية يستقطب الناس من خلال البلديات، من خلال الجمعيات الأهلية، من خلال الناس الموجودين فيها. فإذا قصة التوعية للمواطن كتير مهمة، قصة أنه نحن نفرجي المواطن أنه عندك حق بالصحة لازم تاخده من هالمراكز بطريقة غير مباشرة، بتصير تعرف الناس على مواقع هالمراكز على مواقع وزارة الصحة الإلكترونية موجود لائحة وخريطة وين توزع هالمراكز أرقامة، إضافة لأنه وزارة الصحة واضعة بمتناول الناس الرقم 1214 يلي هو بأي لحظة أي مواطن محتاج يسأل وين متوفرة الخدمة وأين متوفرة بيقدر يتصل على 1214، وهيدا خط 24/24 من يعني نحن منرد عليه على للمواطن نخبره عن أي شيء محتاجه. طب اللي بدي أقوله يعني الكل بيعرف أنه في شريحة من الناس وقت اللي بدهم يدخلوا على مستشفى بيطلبوا من الوزير يعني يغطي فرق الوزارة طبعا تيكون 100%. طبعا من شوي لفتني قلتي أنه في يعني رسوم صغيرة بده يدفعها المواطن أو المريض بالمراكز الصحية الأولية. صحيح. في ناس صدقيني يعني وتواصلوا معنا وقالوا نحن مش 5000 ما معنا ندفع، إذا أنا عندي ولدين 3 10 15 ألف وبدي أجيب لهم أدوية واوا إلى ما هنالك. بهذه الحالة شو فينا نرشد الناس ونقول لهم يعني حتى ما يروحوا على غير مستوصفات تكون غير مؤهلة دكتور حميدي؟ صحيح، مراكز الرعاية وأي مراكز بتقدم خدمات التلقيح هي مجانية، خدمة تلقيح الأطفال مجانية بالكامل. بينما بمبدأ الرعاية الصحية الأولية مشاركة المواطن كتير مهمة. لأن أنا إذا بعود المواطن أنه بده يروح ياخد خدمة بالكامل مجانية بمحل من المحلات يمكن ما يوثق فيها لأنها مجانية، بمحل من المحلات يمكن يستهلكها أكثر من المطلوب
مطلوب لأنه مجانية، وبالتالي بمبدأ الرعاية الصحية الأولية خدمة المواطن كتير مهمة، مشاركة المواطن كتير مهمة. بالوقت يلي المواطن مش قادر يدفع، المواطن معفى من قبل المركز الصحي من أي رسوم بيدفعها، يعني بتبقى للمركز الصحي يحدد إنه هالمواطن مش قادر يدفع الخدمة وهو بالتالي معفى، وهيدا بقرار صادر عن وزارة الصحة تعميم لكل المراكز الصحية. بأي لحظة بيلاقوا حالة اجتماعية مش قادرة تدفع، بدون ما نعمل إذلال للمواطن وبدون ما نقول له جيب لنا أوراق ومستندات، مجرد ما المركز يقدر يحدد إنه بالنطاق الجغرافي تبعه عنده مواطن غير قادر إنه يدفع ثمن الخدمة ما بيدفع ثمنها. هلا بدي اقول لك كمان اللي عم نعمله الشيء الاضافي لحتى يحسن هيدا الوضع. بلشنا نحن بال2000 اخر 2015 ببرنامج مشترك مع البنك الدولي بدعم من الدول المانحه. هيدا البرنامج شو هدفه؟ هيدا بيتقدم ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، بس نحن بفترة بمرحلة تجريبية لهالبرنامج. عملنا 6 رزم صحية وقائية للمواطنين، يلي هي الأطفال ما دون 18 سنة، الشريحة العمرية 0 ل 18، 19 وما فوق إناث، 19 وما فوق ذكور، السيف ماذرهود يعني الأمومة المأمونة، السكري والضغط. هودي 6 رزم صحي، 6 رزم أساسية بتقدمها وزارة الصحة حاليا من خلال 75 مركز صحي يلي هن من ضمن الشبكة، ل 150 ألف مواطن لبناني تم اختيارهم من قاعدة البيانات يلي موجودة بوزارة الشؤون الاجتماعية لنقدم لهم خدمات مجانية بالكامل عبر دعم من البنك الدولي. لما لقينا هالتجربة كتير ناجحة، ولما البنك الدولي لقي انه هالتجربة كتير ناجحة من ضمن هال 75 مركز، هلأ عم نحاول من 2018 نعممها على كل مراكز الرعاية ال 200 ونوصل لعدد الناس يلي لازم نقدم لهم هالخدمات المجانية بالكامل ل 340 ألف مواطن. بيبقى أنه باقي المواطنين بياخدوا ذات الخدمة بذات المعايير، بس بيدفعوا التكلفة الرمزية يلي لازم يدفعوها. لأن بحب ذكر أنه نحن حوالي ثلث الشعب اللبناني عندنا 1,250,000 مواطن لبناني بياخدوا خدماتهم من مراكز الرعاية الصحية الأولية. بدك تضيف على هالشيء، هيدا آخر إحصاء، 1,250,000 إضافة لعدد كتير كبير من النازحين السوريين يلي كمان بياخدوا خدمات من مراكز الرعاية الصحية بنفس الشروط، بس الفرق انه النازحين اوقات بتدفع عنهم اليو ان اتش سي ار او جمعيات دولية مقررتها بدعم من الاتحاد الاوروبي، ال 150 ألف مواطن اللبناني بتدفع عنهم وزارة الصحة بدعم من البنك الدولي، والباقيين يلي قادرين هن يدفعوا بيدفعوا تكلفة رمزية. طب اليوم من خلال مراكزكم انتم في وجود لصيادلة معكم انتم بالمراكز؟ طبعا في فريق عمل متكامل. مركز الرعاية بيتكون من أطباء بكل الاختصاصات يلي ذكرتها، ممرضات وممرضين، عاملين اجتماعيين، إداريين، إضافة لكل الناس يلي هن بالطاقم الإداري، إضافة للعاملين اللوجستيين. اسمحي لي بدي أخذها لاتصال، صار حاضر معنا نائب الصيادلة بلبنان دكتور جورج سيلي. ألو. ايه اهلا. نعم بدي احييك عبر مشاكل وحلول مع ضيفتنا دكتور رندا حمادي. ايه اهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا بالضيف. اي خلي لي اياك، يعني اليوم سؤال بديهي بيطرح نفسه من خلال دور المستوصفات في لبنان. اليوم المعروف اليوم نيابه الصيادله بلبنان في لها موقف من انتشار عدد المستوصفات التي تعمل بطريقه غير شرعيه. يعني انطلاقا من مهماتك حضره النقيب وسعيك لحتى تكون واضح بمواقفك، كيف ممكن نحدد موقف النقابة اليوم من عمل المستوصفات الغير شرعية؟ صراحة في نولا نحن جربنا نعمل مسح لكل المستوصفات على الأرض اللي موجودين على كل الأراضي اللبنانية. صار في عنا شوية صعوبات لأنه ما عنا مرجع موحد بالدولة اللبنانية روح عليه نعرف شو في مستوصفات، لأنه في مستوصفات فتحين منهم مرخصين وما بعرف إذا هودي أداء عددهم، في مستوصفات مرخصين كمان عددهم مش هالمعروف أداء، لأنه بترجع بقولك لأنه ما في عنا مرجعية واحدة، وفي عنا المستوصفات اللي هن تابعين لوزارة الصحة ولوزارة الشؤون، هودي بالمبدأ معروفين.
نعم. انما العمل بقلب هودي المستوصفات ما انه واضح، ما في عنا داتا قدامنا نقدر نعرف اذا كانوا عم بيشتغلوا بالطريقه السليمه او لا. نحن نعم. بنسمع وفي عنا بعض المحاضر اللي نحن عندنا بالجهاز التفتيش تبعولنا نعم. بتبين انه في عنا كثير مخالفات، واكيد مش المستوصفات اللي تابعين للوزاره الصحه ولا نعم. اللي تابعين لوزاره الشؤون. هلا اني عم بيشتغلوا بطريقه بروفيشنال، نحن بقول لك صراحة ما عنا مثل جردة على العمل اللي هن بيعملوه. نعم. نسمع انه في صيادلة، ما بنعرف اذا كلهم فيهم صيادلة 220 مستوصف، اذا في صيادلة ما بنعرف. نحن بهمنا بالموضوع كله انه بس يكون في عمل عم يشتغل بقلب نعم. المستوصفات، ويكون في عمل صيدلاني. نحن اهم شيء بالموضوع يكون في صيدلي موجود كل الوقت، بالوقت اللي هو بيكون فيه هذا المستوصف عم يقدم خدمات للمواطنين. طب نحن لانه نحن بالقانون نعم. في عندنا صيدليات، وهذه الصيدليات لازم يكون فيهم على طول متواجد فيهم صيدلي نعم. عم يخدم المواطنين. مش مقبول يكون في ولا مؤسسه صيدلانيه تتعاطى مباشره مع المريض ما يكون فيها صيدلي. طب اليوم قلت لي نعم نائب، قلت لي اليوم ما بتعرفوا انتم يعني اذا كان القرار طبق، ولكن اذا كان بكل المستوصفات في طبيب او صيدلاني، يعني هذا سؤال مين ممكن يجاوبنا عليه؟ هلا بالنسبه قلت لك للمستوصفات اللي هي تابعه للوزاره، الوزاره بتجاوب للوزاره. انتم كنيابه ما تقدمتوا يعني بسؤال للوزاره لحتى تاخذوا الموقف رسمي ولا بعد؟ نحن لك صراحه نحن عم نعمل درس شامل نعم. هذا الدرس المسح الشامل، هذا المسح الشامل قلنا ثلاث اشهر عم نشتغل عليه نعم. بتصور بعدين بعد عندنا شي جمعتين ثلاثه بس يصير في عندنا هذا المسح الشامل، بنطلع ساعتها بالارقام ونقول في عندنا هالمستوصفات عم يشغلوا وهذه طريقه شغلهم اذا كانت غير قانونيه نعم. وهالمستوصفات عم يشتغلوا شو هن ناقصهم. لانه لك صراحه نحن كنعابه صيادله بنقدر نساعد كثير المستوصفات انه تشتغل بالطريقه السليمه تقدم الخدمه للمواطن وتقدم له الدواء الامن والسليم للمواطن. بس كمان عندنا كونسيرن انه بس يصير العمليه عم بتصير مش بطريقه مراقبه بالمستوصفات نعم. اللي هي يعني. ونحن بنعرف في عندنا شكاوي كثير من الصيادله، بتلاقي مثلا بمنطقه في صيدليه مثلا اكس فاتحه عندها مرضاها، بيجي بشك حدا مستوصف وببلش يشتغل ذات العمل اللي بيشتغل اللي بيشتغلوا الصيدليات اللي هن عم بيشتغلوا وببيع ادويه منظمه وما بيكون فيها صيدلي. ما هذا مش معقول. يعني اليوم اذا بالسياسه نعم. او بحيالله شيء ثاني بدهم يستعملوا الفقير تيسير بده يجيبوا مكاسب سياسيه، معلش يلاقوا غير شغله ثانيه مش صحه المريض مش صحه المواطن. نعم دكتور حميدي شو بدك تقولي له؟ كنت عم تقولي لا انا بدي اقول انه نفرق بين المركز الصحي والمستوصف. حق معه النائب يعني عم يتفضل ويقول عم يعملوا مسح للمستوصفات، بس انا باكد له انه بمراكز الرعايه الصحيه الاوليه في عندنا صيادلي ممنوع بين بيع الدواء واضح. ممنوع شراء الدواء التجاري، فقط بنلتزم بالجينيريك يلي هو بتعطيه وزارة الصحة اللي بنشتريه عبر منظمة اليونيسف، ومفروض انه هيدا ما بينباع بقلب المركز الصحي. ما بتشكله ضغط منفسي او ضغط لحدا ابدا مساعدة. بالعكس بالمستوصفات نعم. انا ما فيني جاوب، انا قلت لك من الاول في خلل كتير كبير نعم. الوزارة عم تحضر ملف بهالموضوع برافو. بس نحن اكيد النقابة بتساعد، يعني نقابة الصيادلة كتير بتساعد بهيدا بهالشق يلي نعم. متعلق بالدواء بالمستوصفات. يعني نائب انا بتمنى وقت اللي بده يخلص تقريركم وفق الدراسه اللي انتم عم بتعدوها تكون ضيفنا لحتى نحكي عنه اكثر، وتكون الدكتور حميدي معنا كمان. اكيد بالختام شو بتحب تقول نائبنا بالختام؟ بالختام قول لازم المريض اللبناني ان كان غني او فقير لازم ياخذوا العلاج او الدواء بالمستوصفات او بكل المراكز الصحيه حتى بالمؤسسات الصيدلانيه نعم. الشرعيه. لازم يكون الكواليتي يعني النوعيه والخدمه تكون كلها متساويه مثل بعضها. يعني اليوم الفقير اللي بده يفوت على المستوصف لانه ما قادر يفوت على مؤسسات خاصه ياخذ الرعايه الصحيه الاوليه مثل ما بياخذها بالمؤسسات الخاصه وفايس فيرسا والعكس صحيح. من هون نحن بنطالب يكون في على طول فيها صيدله، وبنطالب نحن يكون على طول في مراقبه لحتى نامن انه هالخدمات اللي عم تتامن للمواطن شو ما كان من اي فئه انتمى تكون هالخدمات بطريقه تكون عم تتقدم بطريقه امنه وسليمه. انا بدي اشكرك، بدي اشكرك دكتور جورج سيلي نقيب الصيدله في لبنان، اهلا وسهلا فيك. دكتور حميدي يعني بتلاحظي انه يعني في هذا الحماس عند الكل لحتى يشتغل، دكتور عاطف مجدلاني، دكتور جورج وحضرتك انت عم تسعوا كلكم لحتى تنظموا هذا القطاع، هل قد بده بياخذ وقت يعني لحتى نقدر نقول توصلنا الى واقع تنظيمي 100% الى كل القرارات يعني اللي بتحمينا وبتحمي شغلنا؟ طبعا انه هيدا شيء بده وقت، صرنا نعم. كثير عم نشتغل عليه بس بعد الطريق كثير طويله قدامنا. ليش؟ لانه في عقبات، لانه في انت عم تشتغل مع تغيير اذا بدك تفكير معين عند الناس لتتوجه عبر الرعايه الصحيه الاوليه، ما تركض دغري على المستشفيات، يعني انت عم تحول
تفكير مجتمعي تتعودت انه انا اي شكوى بركض فيها على طوارئ المستشفى ما بمر بالمركز الصحي اللي هو لازم يكون يعني بوابة العبور. يعني من خلال حضرتك نعطي مثل يعني ايمتى فيني اروح على المركز ولا سمح الله برجع بتوجه للمستشفى على طول باي شيء صحي بيتعلق به صحتك كفرد لازم ترجع لطبيب العائله اكان بالمركز الصحي او بعيادته اذا انت بتفضل انك تروح على عيادته. نحن هون بدي افتح بس يعني هلالين لحتى اقول انه نحن مع القطاع الخاص ابدا مش بتنافس، نحن بتنافس صحي. نحن عم نأمن هالخدمات للمواطن اللي مش قادر يروح ياخدها من القطاع الخاص. بينما إذا المواطن بحب وعنده القدرة ياخدها من القطاع الخاص، نحن بهمنا أنه يكون طبيب العائلة أو طبيب الطب العام هو المدخل للنظام الصحي العام. يلي هو إذا احتاج المواطن للمستشفى هالطبيب وين ما كان بعيادته الخاصة أو بالمركز الصحي حوله على الاستشفى. وسعادة النائب هون ذكر موضوع له علاقة بأنه نأمن هالخدمات لكل المواطنين بذات جودة الخدمات. هيدا كتير صحيح وكتير مزبوط وعم تحرص على تقديمه وزارة الصحة من خلال طبعا من خلال اعتماد برنامج اعتماد للرعاية الصحية الأولية بالاعتماد الكندي في المؤسسة الدولية للاعتماد يلي هو النظام الكندي أهم حدا باعتماد الرعاية الصحية الأولية، نظم الرعاية الصحية الأولية. نحن من 2008 كوزارة صحة منتعاقد مع المؤسسة الدولية الكندية للاعتماد على أنه كل سنة نمرق عدد من المراكز الصحية ضمن هالبرنامج، لأنه حسب قدرتنا وحسب قدراتنا المادية كوزارة قدي عنا بادجت نرصده سنوياً لهالموضوع. ففيني أقول لك أنه نحن لحد اليوم عنا 93 مركز رعاية صحية أولية مرقوا ببرنامج الاعتماد، عنا كلهم تدربوا على مفهوم الاعتماد ومفهوم شو يعني جودة الخدمات اللي لازم نقدمها. بس نحن هلأ بمراحل معينة عم نقطع أنه نمرق كل 25 مركز سوا ابتداء من 2018، ومن خلال الدعم يلي قدرنا نحصل عليه من البنك الدولي ومن خلال البرنامج تمديد البرنامج يلي عم نقوم فيه هلأ، قدرنا كمان أنه نرصد أموال لا تكملت برنامج الاعتماد بشكل كله خلال 2018 لكل الشبكة، يعني لل205 مراكز. طب اليوم بدي أسأل يعني من خلال اهتمامنا نحن معكم يعني ببرامج كنتوا تقوموا فيها وتكونوا معنا ضمن البرنامج. صحيح. يعني بهالمرحلة شو هي البرامج الصحية اللي أنتم عم بتحضروها أو بعض الحملات المفترض توعويا أن نرافق فيها الناس؟ أنا بعطي أولوية لتلقيح الأطفال دايما. يعني بيروح بالي على هيدا الموضوع وبحماس كتير. لقلك ليه؟ لأن الأهل يمكن رغم هالضغوط الاجتماعية اللي عم نقطع فيها والاقتصادية بحاجة أنك عطول تذكرهم إنه تلقيح الأطفال أولوية، إنه وزارة الصحة مأمنة اللقاح وجودي كتير عالي من خلال منظمة اليونيسف كوبنهاجن وبمواصفات منظمة الصحة العالمية، إنه اللقاح مأمن مجانا، إنه خيرة الأطباء والممرضات والممرضين عم يعطوا اللقاح بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وبالتالي عم نشيل من قدامهم كل العقبات المالية والجغرافية لأنه يوصلوا على محل بعيد يطعموا الأولاد. فبدي أذكر الأهل إنه نحن عم نمرق بمرحلة كتير صعبة، إنه عندنا فترة نزوح شبه يومي ضغط عم يجي لعنا أطفال جديد. وبسوريا حاليا في عنا حالات شلل أطفال عم بتبين ببعض المناطق يلي عم بتحاول منظمة الصحة العالمية واليونيسف مع المعنيين طبعا بها الدولة إنه يحافظوا إنها تضل بالمحل اللي هي فيه وما تنتشر، لأن شلل الأطفال كتير خطر. إذا في حالة شلل أطفال بالعالم كل أطفال العالم مهددين، لأنه بينتقل بشكل كتير سريع، ما بيعرف حدود، ما بيعرف انتماءات. من هيك على طول منذكر الأهل تلقيح الأطفال ابتداء بشلل الأطفال، إضافة لرزنامة كتير كبيرة تحميهم من حوالي 12 مرض يلي لازم أنهم ياخدوها لعمر 18 سنة. في عنا حملة قريبة هلأ؟ عنا حملة مع دخول المدارس. عاملين حملة للثلاثي الفيروسي، يعني لأيلول يعني الـMMR يلي هو الحصبة والحصبة الألمانية والأبو كعب، صوب أيلول أو تشرين أول. عم نحضر لحملة مش وطنية لأنه لبنان
تعززنا التلقيح الروتيني فيه بشكل كتير جيد. نعم. وصار ضمن المراكز الصحية. أوكي. وبالتالي بطل في عنا حاجة نروح على كل البيوت، صار عنا حاجة ببعض المناطق يلي فيها اكتضاد سكاني ويلي عم تشهد نزوح يومي انه نعمل فيها هالحملات المكثفة لنحسن مستوى التلقيح الروتيني فيها، إضافة طبعا لشلل الأطفال يلي هو كل طفل بيقطع على الحدود اللبنانية السورية مع مراكز الأمن العام اللبنانية عنا نقاط تلقيح. نعم. منعطيهم شلل الأطفال ومنعطيهم الحصبة، كمان مراكز تسجيل طبعاً مجانا. نعم. إضافة لمراكز تسجيل النازحين باليو ان اتش سي ار كمان موجود عندنا. نعم. هل مواقع التحصين يلي بتعطي كل الأطفال بغض النظر عن أعمارهم وجنسياتهم واللقاحات يلي اخدينا بتعطيهم جرعتين يلي هن شلل الأطفال والحصبة، وطبعا بالمخيمات عندنا بينطبق عليهم ذات الشيء المواقع يلي فيها سوريين يعني موجودين من إخواننا السوريين النازحين بهالمخيمات، عندنا فرق خاصة بتطلع بتعطيهم لقاحات أساسية وبتحافظ على يعني الصحة العامة في عندهم. أنا بدي حييك من جديد وبدي أرجع أشكرك وقول لك أهلا وسهلا فيك، شكرا تسلام. لهذه الإطلالة، على أمل نكون دائما نحن رفاق بكل المراحل. أكيد. التي تحتاج لتوعية علمية. تفضل. ركزنا على التلقيح بس طبعا في برامج كتيرة بالرعاية الصحية الأولية، عندنا برامج تفضل. الأمراض غير الانتقالية. نعم. يلي بتعمل فحوصات لمرضى السكر قبل ما يصير عندهم سكري أو ضغط، تعمل لهم كشف كامل لحتى نحرص انه ما يوصلوا لحالات نكتشف عندهم المرض، نعمل لهم وقايه قبل المرض. وقايه ضروريه طبعا. في عندنا الصحه النفسيه المنتل هيلث يلي كمان عم تتقدم ضمن هالمراكز، في عندنا كثير خدمات وبرامج مستمره بهالمراكز. ان شاء الله نقدر نحن نوفق يعني نرافقكم ميدانيا على هذه المراكز لنتعرف ونعرف الاصدقاء المشاهدين اكثر فاكثر ان شاء الله. أكيد. قريبا. اكيد. شكرا لك ولتلفزيون لبنان. دكتور رندا حميدي اهلا وسهلا فيك، حضرتك رئيس دائره الرعايه الصحيه الاوليه ومدير برنامج التحصين بوزارة الصحة العامة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. أصدقائي بريك ومنتابع. بعدنا معكم ومتابعين عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، رح نكون أصدقائي معكم هلأ بمحطة تعتبر أساسية، حيث وافق معالي وزير المال علي حسن خليل على إعفاء المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة من دفع النسبة المتوجبة عليهم للعلاج الكيميائي، حيث صار بمقدور التعاونية أن تتحمل كلفة هذا الاستشفاء. طبعا بالصوت العالي وبالفم الملآن بنقول شكرا لمعالي وزير المال علي حسن خليل على هذا القرار اللي رح نستوضحه مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور يحيى خميس المدير العام لتعاونية موظفي الدولة. ألو. ألو. نعم. بدي حييك دكتور يحيى، أهلا وسهلا فيك. شكرا على يعني كتير مهم لحتى نحكي نحن ونقول انه اليوم تعاونية موظفي الدولة يعني بعد قرار معالي وزير المال علي حسن خليل، قديش ريحت العاملين فيها من دفع ما كان يتوجب عليهم بسبب يعني هذا العلاج الكيميائي؟ يعني اولا نحن مع كل الشكر والتقدير لمعالي وزير المالية وموافقته على القرار. نعم. ولكن هذا القرار متخذ في التعاونية في مجلس إدارة التعاونية. نعم. وأرسلنا كتاب لمعاليه للموافقة على الصرف أو على القيمة المالية اللي بنترتب عن هذا. فنحن هذه خطوة كثير مهمة كانت في عبء كثير كبير، يعني نسبة 10% بالوهلة الأولى هذه نسبة صغيرة، ولكن نعم. فعليا مرضى الأمراض المستعصية أو الأحرى السرطانية والعلاج الكيميائي. نعم. يعني هذه عم تشكل عبء كثير كبير على المرضى. واضح. احيانا يفوق الراتب احيانا. نعم. واليوم بهذا القرار يلي اخذه معالي الوزير الخاص بتعاونية موظفي الدولة، يعني قديش ممكن يريح الموظفين؟ هذا عمليا منتقل لتطبيق الاستشفاء يلي هي بشكل عام 90%. نعم. حتى تصير للعلاج الكيميائي. نعم. وركز على موضوع العلاج الكيميائي يعني. نعم دكتور. نعم. مشان ما يكون عند المستمعين او المرضى يعني التباس بموضوع ما هي الامراض، العلاج الكيميائي للامراض. نعم. السرطانيه هذه بتصير 100%. هلا نحن عملنا الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه شوي تتمثل. الخطوه الثانيه ستتمثل بتعديل النظام. نعم. يعني هيدا كمان الى المستمعين كلهم راح نعمل اكيد نحن، بس يصير حي التنفيذ هذا القرار بدنا نعمل
مذكره او تعميم احرى على كل الادارات تنقلهم من عندنا بدنا نبلش التطبيق. الخطوه الثانيه ستكون تعديل النظام. نعم. لانه نحن نظامنا 90%. نعم. حتى نقدر نصرف 100% بدنا نعدل، وهذا سيتطلب كمان بعد شويه وقت. طبعا في اجماع على هذا التعديل، ما راح يكون في معارضه من حدا اكيد. ما راح يكون مشكل ابدا. نعم. مش اكثر البروسيدير التقني. ان شاء الله. نحن ان شاء الله بكره باجتماع مجلس الاداره نحن بناخذ قرار بتعديل النظام، نرسله على الهيئات المختلفه. الله يقويكم. من المدنيه، وانا راح تابع معهم وهم كلهم، يعني ان كان مجلس الخدمه المدنيه. نعم. مثال للحس الانساني والتعاطي في الامور القصه التعاونيه، ومجلس الشورى الدولي اكيد هيك امر ما راح ياخره، على العكس يتبنى اكيد، يعني انا واثق سيتبنى تعديل النظام ليبدا حي التنفيذ لهذا القرار قريبا ان شاء الله. انا بدي اشكرك دكتور يحيى، بدي اقول لك عبر مشاكل وحلول اهلا وسهلا فيك، مرحب فيك دائما لحتى نقدر نحن وانت يعني نتشارك الامور اللي كنا حكينا عنها بمقابلات سابقه. الله هذا احنا هو نتاجه. نحن بنشكرك لك كمان كمؤسسه وبالاسم لاهتمامك الدائم بالتعاونيه واضاءتك على بعض الامور، واحيانا اتصالاتك اللي بتلفت لنا نظرنا لبعض الشغلات اللي بتهمنا نحن وياكم. تسلم تسلم، هذا بكبر قلبنا كمان. يطول لي عمرك. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. طبعا اصدقائي نحن وصلنا لنهايه حلقه اليوم، بدي اشكركم، اشكر متابعتكم دائما عبر مشاكل وحلول، بنلتقي سوا لحتى نسعى ونساعد بايجاد بعض الحلول يلي ممكن المشاكل نتلقاها بشكل دائم عبر ارقام الهاتف بكل النهار وعبر الايميل من خلال التواصل ضمن البرنامج، وهذا هو هدفنا دائما. بشكركم وبشكر متابعتكم، بنشكر المخرج سلام المعلم خليفه، بشوفكم بكره بحلقه جديده، الله راد طبعا، الى اللقاء.